لكن أين هي الحاضنة الأكاديمية التي يمكن أن تربي هذه الكفاءة؟ لو أحاول أن أتساءل، وأتمنى من إخوتي الأفاضل ضيوفك الكرام أن لا يتقززوا من استفهامي، هل هناك معيار لرئيس القسم حتى يمكن أن يعين رئيس قسم الفلاني في أي كلية معينة؟ أو عمادة أن يكون العميد لابد أن يكون مؤهل بكذا وكذا؟ هل يوجد لكل قسم منهج يمكن أن يقيس به الكفاءة الأكاديمية لأعضائه؟ هل توجد مجلة يلزم بها الأكاديمي أن ينشر بحث بدرجة جيد فما فوق، يعني جيد، جيد جدا أو امتياز، حتى يمكن أن يكون رصيد للتقييم الذي تحدثنا عنه في اللقاء الأول أو في الحديث السابق، هو أنه في نهاية السنة لابد أن يقيم الكادر الأكاديمي ويقوم أيضا إذا كان بحثه لم يصل درجة التقييم ويمكن أن ينشر، فلا بد أن تؤشر عليه إشارة ينتبه إليها، وهو بالوقت نفسه سوف يجعل من ذلك التنبيه احتراما لنفسه. هذا التنبيه هو الذي يحفز عقله لأجل أن يقابل وأن يقارن وأن يستنتج الأفضل. أنا أعتقد أن الكادر العراقي أو الكادر الأكاديمي العراقي في الجامعات لا ينقصها الكفاءة العلمية، يعني التأهيل العقلي، وإنما ينقص الإدارة وينقص التنظيم وينقص الخطوات العملية لأن توضع كل فكرة نظرية موضع التطبيق، بدءا من نهاية التعليم الثانوي الذي يمكن أن يؤهل للعلمي والأدبي وحتى المراحل الأكاديمية الأخرى. أما تلك التي لها ميادين أخرى كالدراسات الحسابية أو الدراسات النفطية أو الدراسات الهندسية، أين هي السيمينارات التي أقيمت لمثل هذه الميادين؟ أين هي البحوث التي طرحت ويمكن أن تعرض أو تدرس أو تقرأ أو تناقش أو تقيم من قبل المتخصصين حتى يمكن أن يأخذوا ما ينتفعوا منه ويمكن أن يرفضوا أو يعتبروا ما قيل هو ليس في ميادينهم؟ هذه الأمور الإدارية، هذه الكفاءات العلمية هي التي يمكن أن تهيئ للكادر الأكاديمي أو للباحث الجامعي أن يخدم بلده وأن يتقدم في موضوع تخصصه، ومتى ما تهيأت له هذه الظروف يكون الحافز لأن يبتكر ولأن يخترع ولأن يصل ما وصلت إليه أطراف المعرفة الإنسانية في العالم. نعم. وشكرا. طيب أعود مرة أخرى إلى الدكتور عبد الزهرة الماجد في بغداد. دكتور الماجد، إحدى المآخذ على الجامعات العراقية أيضا أنها يعني لا تأخذ بنظر الاعتبار متطلبات السوق، هي مؤسسة لإنتاج العلم والمعرفة لكن لا تنظر إلى متطلبات السوق، لا توجد خطة طريق واضحة المعالم لما يحتاجه السوق، فهي أصبحت وتحولت إلى محطة يقضيها الطالب هناك 4 سنوات يدرس ومن ثم يتخرج لا يحصل على عمل مناسب فتراه مهندس ويذهب يبيع مثلا السجائر. كيف يمكن التغلب على هذه المشكلة؟ من خلال التنسيق العلمي الدقيق بين مختلف دوائر الحكومة العراقية بكل اختصاصاتها، من الممكن أن تترشح ما يحتاجه البلد من هذه الاختصاصات إذا كانت علمية أو إذا كانت إنسانية وما شابه ذلك. حتى في توزيع الجامعات، توزيع الجامعات على جميع المحافظات العراقية على الرغم أن هناك النسبة الكبيرة من هذه الجامعات تتواجد في بغداد، لكن حتى هذه الجامعات وكلياتها وأقسامها لم تفتح على شكل حاجة البيئة المحلية، كمثال في محافظة الأنبار من الممكن تكون هناك مجموعة من الفروع المختصة في مجموعة المعادن، كيمياء،
على هندسة النفط أو ما شابه ذلك، وهكذا بالنسبة إلى الموصل فيما يتعلق كمثال كآثار، وهكذا بالنسبة إلى البصرة. فهذا التخبط في التنسيق أدى إلى وجود ما يقارب من 142 ألف عاطل، يحمل 65% من هؤلاء حملت شهادة الدبلوم والبكالوريوس. فبمعنى آخر هذا التخريج الكمي وليس النوعي، وأنا كما أسلفت في حديثي الأول إحنا بحاجة إلى أن يكون المؤهل العلمي للخريج ضمن الشهادة الأولية في الجامعة وهي البكالوريوس أن يكون من التحصيل العلمي المهاري والقدرات بشكل كبير جدا الذي يجعله أن يكون مؤديا إلى واجبه بشكل صحيح جدا. وهكذا بالنسبة إلى الآن طلبة الدراسات العليا وما تخرج ويترشح من هؤلاء بعد سنتين من الدراسة نراهم أيضا من المستوى العلمي غير الكفوء. وكما أعلم أنه هناك الكثير من طلبة البكالوريوس المحتاج إلى الشغل والمعيشة، من يكتب إلى هؤلاء طلبة دراسات الماجستير بحوثا علمية في اختصاصاتهم، فكيف من الممكن أن نسلم البلد بيد هؤلاء بشكل أو بآخر؟ جانب آخر أؤكد على هذا الموضوع في التنسيق أنه الدولة العراقية قد غابت ونست هؤلاء النخب ولم تشركهم في أي مجال من مجالات إدارة الدولة، وبقوا هؤلاء بالعكس استلموا قيادات هي غير كفوءة من الناحية الإدارية، الناحية العلمية، الناحية الإنسانية، وبالتالي يتعامل مع الأستاذ الكريم بتعامل فوقي بيروقراطي كبير جدا، مما أدى إلى واحدة من أسباب هجرة العقول النيرة العراقية إلى الخارج، لأنها هناك تجد الأحضان، وهناك تجد الملجأ الآمن، وهناك تجد المستوى المعيشي اللائق، وهكذا بالنسبة إلى هذه الأمور. فنحن يجب علينا أن كما تفضلتم في هذا الموضوع في هذه الساعة العراقية نتمنى النخب العراقية بالشكل الذي يجمعها أن تكون ليس طاردة بقدر ما هي مكتسبة إلى هذه العقول التي تخدم الآن الخارج بدل ما تخدم وطنها في الداخل. وهناك الفرصة الكبيرة جدا، لكن عندما تصبح ميزانية وزارة التعليم العالي والجامعات العراقية مشابهة إلى ميزانية وزارة الدفاع والداخلية. طيب دكتور البيضاني، مسألة البحث العلمي التي أشار إليها الدكتور عبد الحسين مهدي عواد أيضا يجب الإشارة إليها، لا نمر عليها مرور الكرام. يعني في بلد مثل الولايات المتحدة ينشر في كل عام أكثر من 1,000,000 مقال وبحث علمي، ما هو الحال بالنسبة لبلد مثل العراق؟ أين هو موقع البحث العلمي، المقالات العلمية، المؤتمرات العلمية في العراق؟ نعم، في الحقيقة أيضا زرنا عدد من الدول، دول بعضها متقدمة كالولايات المتحدة، وحضرنا مؤتمرات في عدد من الدول والأقطار العربية المجاورة، ولمسنا حالة التطور والإمكانيات العالية لدى هذه الدول في مجالات التقنيات وفي مجال الإنتاج المعرفي، في حجم الكتب، في حجم البحوث المقدمة، وأيضا في حجم الإمكانيات والتقنيات المقدمة للأستاذ الجامعي لتطوير مهاراته وقدراته. هذا أمر أصبح واضح في حين يعاني العراق من هذه الإمكانيات، يعاني العراق من الإمكانيات ويعاني من المناخ اللي يخلق هذه الإمكانيات. لا يزال العراق بحاجة إلى عطاء كبير، بحاجة إلى إنجازات كبيرة، بحاجة إلى جهد كبير في مجال الإنتاج المعرفي. ولكن على الرغم من كل هذا اللي لمسناه من خلال حضورنا في المؤتمرات الدولية أنه الأستاذ العراقي لا يزال متميز، مثل ما ذكر زميلي في لندن، الأستاذ العراقي متميز في عطائه، في مشاركته، وفي عدد الحضور متميز في المؤتمرات، ومتميز أيضا في نوعية البحث وفي قدرة الأداء. فلهذا نقول أنه الإمكانية التطور الآن تعتمد على ما يوفر للأستاذ الجامعي من إمكانيات ومن قدرات ومن ظرف. الظرف أعتقد يحتل الأولوية في هذا، المناخ اللي ينمو في هذا التطور، المناخ هو المؤسسة الجامعية الصحيحة، المؤسسة الجامعية التي يعيش فيها الأستاذ بأمان، والمؤسسة التي تمتلك
سياقات إدارية وعلمية.